منيع، لكن الحصن المنيع يتلقى دائما أهداف. هل شرحت لنا كيف جاءت الكرة؟ لأنها كانت مفاجئة وقوية في نفس الوقت، وأنت كنت قد صددتها، لكن القائم كما كتعرف الواحد ملي كيلعب مقابلة فكيعطي المجهود ديالو، أخطاء كيكونوا يعني في كرة القدم، الواحد ديما كيرفع راسه وكيزيد قدام، وهذه كرة القدم يعني في هذا المستوى ما يمكنلكش يعني تحني راسك كما كيقولوا يعني وتكمش. فالكرة هي هذه، كنظن إشبيلية اليوم دارت يعني لعبات مقابلة في مستوى كبير، كان خصنا شوية ديال كيفاش نتعاملوا مع الأوقات الأخيرة، فما عرفناش نتعاملوا مع الأوقات الأخيرة وتفاجأنا بالهدف الثاني. ولكن كما قلت لك يعني المقابلة على العموم يعني المستوى الكروي كان عالي ديال الفريق الشبيلي. كنت تتوقع مباراة من هذا المستوى من هذه المواجهة مع ريال مدريد؟ وإحنا كنا كنتوقعوا بأن ريال مدريد يعني ما غاديش يضغط علينا يعني على البداية، كنعرفوا يعني باللاعبين السرعة اللي عنده غادي يحاولوا يعني ياخذوا الكره بالمرتدات، يعني فينيسيوس واسينسيو يعني يديروا لي المرتدات، ويعني داكشي اللي صرا في المقابله. يعني كنا في المستوى وجا واحد الخطا في الشوط الاول اللي شويه يعني ارتكبنا واحد شويه، ولكن في الشوط الثاني الفريق رجع ولعب المقابله ديالو كما خص تلعب. وكما قلت لك يعني في الاخير كان شويه نتعاملوا مع الاوقات ديال المقابله يعني في الاخص برنابيو مع ريال مدريد، يعني الواحد مع ريال مدريد ما تقدرش يعني احنا كنا باغيين نربحوا، ولكن كنا نتعاملوا احسن في الدقائق الاخيره ونخرجوا الفريق ونلعبوا القدام في تيرانا احسن ما نخرجوا يعني بالكره من الوراء. ياسين، يعتبر إشبيلية من ضمن الأقوى المنافسين بالنسبة لريال مدريد هذا الموسم، بعد هذه الخسارة أظن بأنكم لستم محبطين كثيرا لأن لديكم فرص كثيرة للتدارك. كما كتعرف حنا محبطين حيت ما كانش واحد الخسارة لفريق ريال مدريد، يعني كان تفوق علينا يعني في المقابلة، يعني بحال جات المقابلة كانت يعني 50% 50% يعني ديال الفريقين، والنتيجة ما كانتش في صالحنا، دونك كتكون شوية كيكون واحد الإحباط. شكرا ياسين، أعود إليكم إذن بعد هذه المقابلة مع ياسين بونو الذي سمح لنا للاقتراب منه لأنه صديقنا وأخونا ونعرفه جيدا. شكرا لك جمال، شكرا أيضا لياسين، حظ أوفر لياسين في المباراة المقبلة بإذن الله تعالى.